بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس كتاب حقائق عن التصوف للعلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. الله، الآن ما زال الشيخ يذكر لنا أقوال العلماء والأولياء والعارفين حول ضرورة الصحبة واتخاذ الشيخ المرشد والمربي. قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه المواقف. الأمير عبد القادر الجزائري معروف، هو قائد قاتل الاستعمار الفرنسي في الجزائر لسنوات، ثم نفاه الفرنسيون إلى سوريا، وقدم إلى سوريا ومكث فيها طويلا، وكان غنيا مع أموال كثيرة. ولما قدم إلى سوريا زار العلماء وأغدق عليهم من أمواله الخاصة، وكان من كبار الأولياء والصالحين، وتوفي في سوريا ودفن بجوار سيد الشيخ محي الدين بن عربي. ولما قامت الثورة الفرنسية الجزائرية الكبرى وطرد الاستعمار الفرنسي، جاء الجزائريون الثوار وقادة الثورات وطلبوا نقل قبر الأمير عبد القادر الجزائري من دمشق إلى الجزائر، فنقلوا تربة القبر، حملوها ونقلوها، والآن له قبران، قبر في سوريا ورفاته في الجزائر، فله مكانة عظيمة عند العلماء وعند عامة الناس. يعني حتى لما كان في سوريا أحبه العامة والخاصة لتواضعه وأخلاقه، وكان عالما، كان وله مؤلفات. يعني كان العلماء في الماضي كانوا مجاهدين. قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه المواقف، الموقف 151. قال الله تعالى حاكيا قول موسى لخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر لهذا الأدب، التواضع من المتعلم للمعلم. اعلم أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد له الانقياد التام، طبعا ليس المقصد الانقياد التام إلغاء العقل، يمين يمين شمال شمال، لا، المراد بالانقياد التام يعني أنت عندما يشتبه عليك الأمر الموجه لك من؟ الشيخ. هناك أمور لا انقياد فيها، لو قال لك الشيخ مثلا لا تصلي انقاد له، ما في لا انقياد بذلك. أذكر قصة، كنا صغار، أنا ما حصلت معي، ما حصلت مع أصدقائي، هم أخبروني، ذهبوا لزيارة رجل يدعي نفسه أنه من الأولياء، كنا شباب يعني إحنا بالعشرين، يعني من تقريبا 35 سنة، فذهبوا لزيارته على نية أن يزوروه قبل صلاة الجمعة، يذهب معه للمسجد. فذهبوا إلى بيته قبل صلاة الجمعة بساعة، ومكثوا قبل الأذان بعشر دقائق، غاب عنهم. أذن الظهر للجمعة، أين الشيخ؟ لم يخرج. فالطلاب انقسموا قسمين، قسم غادروا البيت بدنا نطلع، غادروا البيت، وقسم بقوا في الغرفة. بعد صلاة الأذان، بعد انقضاء صلاة الجمعة، جاء الشيخ قال: أين بقية الطلاب؟ قالوا: ذهبوا.
قال أولئك محرومون من كل الأنوار والبركات والأسرار والمعارف، أما أنتم فقد امتحنتم ولكم أنوار وأسرار ومعارف. وهذا الكلام الفارغ هذا لن قيادة له. أنت الآن تأمر الطلاب بمعصية، ولا يمتحن الطالب بمعصية، ولا يمتحن الطالب بمعصية. طب أين أنت كنت يا شيخ؟ قال أنا بيتي له بابان، خرجت من باب وذهبت لصلاة الجمعة في مسجد آخر. أي دين هذا؟ أي تقوى هذا؟ والآن هو موجود الآن، هو كبير في السن الآن، صار وشيخ طريقة إلى آخره. وهكذا يعبث بعقول الناس. فإذا أحبابنا له الانقياد التام، لكن دون أن تلغي عقلك. أنقاد لشيخي في وقت أحتاج فيه للانقياد، عندما يحصل لدي أمر أنا لا أعرف خيره من شره، أريد الإقدام على أمر هل أقدم عليه أو لا أقدم، استخرت ولكن قلبي ما يعرف، فتوجهت أذهب للشيخ فأسأله، افعل يا بني واتكل على الله. لا تفعل. شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى، شيخ القراء، شيخ علماء الشام، هذه قصة حدثنا عنها، هو على المنبر كلم الناس عنها. هالكلام حصل بال 83، سنة 83، مرض الشيخ مرضا خطيرا، وقال له الأطباء لابد أن تذهب لإجراء عمل جراحي في القلب في الأردن، وفي الأردن هناك مشفى ملكية، يعني الملك هو الذي أرسل له تعالى نفعل لك العملية هنا، وأطباء بريطانيون، أطباء بريطانيون يعني أجانب خبراء، كبار أطباء العالم هم الذين سيجرون له العملية. وكل أطباء الشام قالوا يا شيخ أنت إن لم تعمل العملية ستموت، لابد أن تفعل هذا العمل. قال أنا والله لا أفعل العملية حتى أستأذن شيخي، وكان شيخه قد مات. قال أنا اعتدت في الدنيا في حياة شيخي أن أسأله عن الأمور التي لا أعرف نتائجها، فلا بد أن أسأله. طيب شيخه كما قال لا بد أن يخبرني. فعمل استخارة الشيخ. أقول لك هذا الكلام يقول الشيخ وقد بلغ من العلم ما بلغ، صار شيخ العلماء، صار شيخ العلماء بلا منازع. قال فرأيت على منبر يقول لما قرر السفر الشيخ، قال رأيت الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله شيخنا وهو في الطريق ذاهب، فكنت أمشي وراءه فقلت له شيخنا يا شيخ يا شيخ. قال نعم يا، ماذا تريد يا حسين؟ قال له جئتك أسألك. قال اعملها. قال لم أسأله بعد. قال له اعملها واتكل على الله، اعملها واتكل على الله. إنها فلما ذهب الشيخ إلى الأردن وعمل العملية، فعل العملية، من جميل ما حصل معه هنا أن الشيخ لما فعل العملية للإنسان يجددونه من ثيابه كلها، فالشيخ رفض، قال أنا لا أبقى ساتر العورة، لا أخلع ثياب العورة. قال فأذن له الأطباء وأمر الشيخ جميع الأطباء غير المسلمين، أمرهم بالتوضؤ، قال اذهبوا وتوضأوا قبل أن تفعلوا العملية، وعملوا له العملية وهم متوضئون، وأجريت له العملية. فإذا أنا متى أرجع إلى شيخي أحبابي؟ أرجع ونجحت العملية وجاء عاد والحمد لله، ومكث تقريبا 3 سنوات 4 سنوات وهو بصحة وعافية كاملة، ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله. المقصد من ذلك يعني أنت تنقاد لشيخك عندما تلتبس عليك الأمور، عندما لا تعرف الاختيار تذهب إلى شيخك فيختار لك. قال ووقف عند أمره ونهيه مع اعتقاده الأفضلية والأكملية، يعتقد أن شيخه أفضل من كافة الشيوخ وأكمل من كافة الشيوخ دون تنقيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، بمعنى لا تفضلوني تفضيلا فيه تنقيص ليونس بن متى، ولكن ينبغي علينا أن نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من يونس، ولكن هذا التفضيل هل يقتضي أن نحتقر وأن ننقص من قدر سيدنا يونس؟ هذا كفر. كذلك أنت تعتقد أن شيخك أفضل من غيره مع احترام وتعظيم باقي الشيوخ،
هذا المقصد. قال: ولا يغني أحدهما عن الآخر، كحال بعض الناس يعتقد في الشيخ غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرض. قال: ولا يغني أحدهما عن الآخر. إيش أحدهما عن الآخر؟ يعني لا يغني اعتقادك الأفضلية الشيخ عن الانقياد له، تنقاد وتعتقد أنه أفضل، أما تعتقد أنه أفضل وتخالفه ما في فائدة. قال: كحال بعض الناس يعتقد في شيخه غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه وحصول مطلبه، وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به أو ينهاه عنه. فهذا موسى عليه السلام مع جلالة قدره وفخامة أمره طلب لقاء الخضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لقيه للاجتماع به، وتجشم تحمل مشاقة ومتاعب في سفره، كما قال تعالى حاكيا عن سيدنا موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. إذا أنت عندما تطلب العلم لا تظن أن طريقك ستفرش بالورود والأزهار، لا لا لا، لا بد أن تشعر بالنصب والتعب. هذا نبي الله موسى عليه السلام تعب في السفر، لم يحصل العلم بعد، شعر بالتعب والمشقة لما توجه إلى شيخه. ومع هذا كله لم يمتثل نهيا واحدا، وهو قوله: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. من تفع بعلوم الخضر عليه السلام مع يقين موسى عليه السلام الجازم أن الخضر أعلم منه بشهادة الله تعالى، لقوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام: لا أعلم أحدا أعلم مني، بلى هكذا قال الباري تبارك وتعالى: بلى عبدنا خضر. وما خص علما دون علم بل عمم، يعني الخضر أعلم منك يا موسى مطلقا. وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لا يقبل شيئا من علوم خضر عليه السلام. وأما خضر عليه السلام فإنه علم ذلك أول وهلة، يعني التلميذ عندما يذهب لشيخه ينظر الشيخ في وجه التلميذ. جاء تلميذ لعند الشيخ: شيخنا أنا أريد أن أقرأ كتاب الاختيار، سأقرئك إن شاء الله الفقه، إيتني بكتاب نور الإيضاح. يا شيخ أنا أريد أن أقرأ كتاب الاختيار. يا بني أنت ما تستطيع أن تقرأ كتاب الاختيار، أنت تقرأ أولا كتاب نور الإيضاح. إن شاء الله غدا آتي معي بنور الإيضاح. ولا يرجع الطالب، أنت المحروم. الشيخ يعلم أن أنت الآن ما عندك استعداد، هو يعني من خلال كلامك علم أنك أنت لا تعرف ما عندك المكنة، أو لست مؤهلا لأن تقرأ مثل هذا الكتاب، فينفر فحرم نفسه. فموسى عليه السلام هو لم يعلم أن ما عنده استعداد لعلوم الخضر، ولكن الخضر علم، لذلك قال له: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه هي المكاشفة، هذه هي. ولكن هنا بد من أن نلاحظ أحبابنا، من المرشد لسيدنا موسى عليه السلام؟ الله جل وعلا. والذي من المتعلم؟ نبي رسول. ومن المعلم؟ نبي. الخضر كان نبيا وليس وليا. وإياك أن تلقي السمع لشخص يقول لك بأن الخضر ولي. الخضر نبي، لأن بعض من يقول بأن الشيخ بأن الخضر ولي يبيح لنفسه فعل المحرمات مدعيا بأن ها هو الخضر فعل ما ظاهره معصية وباطنه طاعة، وأنا ولي من الأولياء كالخضر أفعل ما ظاهره معصية وباطنه طاعة. إياك أن يلعب ويعبث بك. الخضر نبي يفعل ما يوحى له،
والولي لا يعصي الله عز. انتبه هذا بين قوسين، الولي يعصي الله عز وجل أو لا يعصي الله؟ الولي لا يعصي الله، ولكن ليس لأنه معصوم بل لأنه أنا أعطيك مثال الآن، أنا لا أريد أن يعبث بعقول الناس، الولي لا يزني، الولي لا يكذب، الولي لا يسرق، الولي لا ينافق. انتبه، هب نفسك أنت الآن ركبت سفينة ووصلت إلى منتصف البحر، لا ترى من أمامك إلا بحرا ولا من ورائك إلا بحرا، وأخبرك القبطان بأنك الآن في منتصف المحيط وأن أعماق البحر تحتك الآن آلاف الأمتار، والساقط يموت، ما هي إلا ولحظات وتفجرت الباخرة كلها، وصرت أنت على جذع خشبي، على خشبة متمسكا بها في وسط البحر، في وسط البحر، بما تفكر؟ تفكر بالنجاة، هل يخطر ببالك لو كنت لا قدر الله من أفسق أفجر فجار الأرض، هل يخطر ببالك الزنا، شرب الخمر، البساتين، الفاكهة، الحلويات، السيارات، العمارات، النساء، العاهرات، الطيبات، الطاهرات، ما يخطر ببالك شيء؟ ليه؟ سيطر على فكرك وعقلك وقلبك ماذا؟ النجاة من لجة هذا البحر. فأنت ماذا تفعل بهذه الخشبة؟ الجذع تتمسك به. ليه؟ لأن النجاة بهذا الخشب لا غيره. لو أن إنسانا ما من بعيد أو سمعت صوتا أو خطر ببالك خاطر، اترك هذا الجذع، هل تتركه؟ ليه؟ لأنك متيقن أن هلاكك بترك هذا. ابق معي بكافة جزئيات هذا المثال كي تعلم أن الولي لا يعصي الله عز وجل، الولي لا يعصي الله، لا تتركه. على فرض، لو أنه، هذا الذي قارب على الغرق، لو أتى خطر بباله، أمر من الأمور التي تسبب غرقه لا نجاته، هل يفعله أو لا يفعله؟ لا يفعله. فلو أنه فعله، هل يفعله وهو يعتقد بأن هذا الأمر يغرقه، أم يفعله على أنه يظن أنه سينجو؟ فإذا فعله يغرق خطأ أم متعمدا؟ خطأ، ولكنه بالأصل لن يفعله مهما جاءته خواطر تؤدي لإغراقه، هو لن يفعلها. سيطر عليه فكرة النجاة والتمسك بحبل النجاة، وبالتالي بالأصل هو هل يخطر بباله، أسباب الغرق؟ لن يخطر، وإن خطر لا يلتفت إليها، بل لا يخطر بباله إلا أسباب النجاة، ويفكر بأسباب النجاة، وكلما خطر بباله سبب من أسباب النجاة تمسك به. فإذا ما خطر بباله سبب، انتبه، خطر بباله حدثته نفسه بسبب من أسباب الغرق، صرفه عنه مباشرة وأقبل على هذا الجزع يعانقه أكثر ويعانقه أكثر حتى ينجو. وهكذا الولي غرق في بحر الله تبارك وتعالى، غرق في بحر الله، فهو لا يرى النجاة، انتبه، وذاك الغريق يرى النجاة في خروجه من البحر وأن هلاكه بالبقاء، لذلك هو يحاول الخروج طلبا من النجاة. أما الولي لما غرق في بحر الله عز وجل هو لا يرى النجاة إلا
في البقاء، فهو لا يطلب الخروج. فإذا كان يرى النجاة في البقاء، فهل يخطر في باله ما يخرجه؟ تذكر حال من ذاك الغريق، هل يخطر بباله ما يخرجه؟ وإن خطر ماذا يفعل؟ يدفعه مباشرة ويبحث عما يبقيه غريقا الآن، ويتمسك بجميع الأسباب التي تبقيه غريقا في بحار الحب بالله والعشق الإلهي، يبقى غريقا. فإذا ما خطر بباله سبب من الأسباب التي تخرجه من هذا الغرق فتعاطاه، هل يتعاطاه وهو يعلم أنه يخرجه، أم هو جاهل بإخراجه؟ هو جاهل، فبمجرد ما يشعر بأن هذا السبب الذي تعاطاه قد يخرجه، ماذا يفعل؟ يقطعه ويرجع إلى ما هو إليه. وهكذا الولي مولانا، الولي يسعى دائما في البقاء في باب الله، في بحر الله عز وجل، لا يخطر بباله أبدا سبب من أسباب الخروج، لا يخطر بباله، فضلا عن أنه يرتكب معصية أو يتعاطى معصية كبيرة من الكبائر، قد يتعاطى صغيرة من الصغائر، ولكن يتعاطى هذه الصغيرة، انتبه، بحكم بشريته، أو نقول لأنه غفل جهل أن هذا السبب قد يسبب في إخراجه، فبمجرد ما يعلم ويعي بأن هذا سبب مخرج، عاد مباشرة وترك السبب وعاد بغرقه. هذا هو الولي مولانا، هذا هو الولي. فإذا ما صدرت منه معصية لا تغتر، بعضهم يغتر ويقول لك لقد سئل الفضيل بن عياض، سئل الجنيد، هل الولي يعصي؟ فماذا قال؟ هو ما قال يعصي، قال وكان قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، هو ما قال يعصي. نحن لا نقول الولي مستحيل عصيانه، لا نقول هذا، ليس مستحيل، تمام، ولكن الأصل في الولي أنه لا يرتكب معصية، لأن المعصية لا تقتل، ليس لأنه معصوم، انتبه، ليس لأنه معصوم، لأنه في حالة غرق وشهود، حالة جمال وجلال، يغفل عن كل شيء يخرجه من هذه الحال. فلا تعطي سمعك لدجال، لكذاب يقول لك الولي يعصي ويفعل موبقات، فإذا ما رأيت الشيخ يرتكب كبائر إياك أن تعتقد عدم ولايته. سبحان الله، إذا رأيت الشيخ يرتكب كبائر إياي أن أعتقد عدم ولايته، إذن كل الحشاشين والسكير والخميرة أولئك أولياء صالحين. أنا لا أحتقر العاصي لمعصيته، أحتقر المعصية التي يفعلها، وأعتقد، أقول لعل فلان خاتمته خير من خاتمتي، هذا أمر غيبي، ولكن أنا أنكر الساعة التي هو فيها الآن ولا أحتقره ولا أزدريه. واضح؟ الذي قادنا لهذا الكلام ما هو أحبابنا؟ عدم إلغاء العقل أو غما، عدم النبي الخضر، أيوة تمام، الخضر نبي وليس وليا، نبي وليس وليا، نبي، طبعا كل نبي ولي وليس كل ولي نبي. أحبابنا انقلوا هذا الكلام وعلموه للناس، انقلوا هذا الكلام وعلموه للناس كي لا يغتر بعض المخادعين، يعني يقولون مثل هذا الكلام ليخدعوا الناس. فإذا ما ظهرت منهم معصية، أول فعل الشيخ، أول أفعاله، أول كلامه، أول تصرفاته، أي ضلال هذا؟ أي ضلال هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما رأينا معصية على شيوخنا، والله رأيناهم، يعني هذا الكلام الأصل مولانا أن شيوخنا ما قالوا لنا إذا رأيتم منا منكرا أوبلوه، ما سمعنا هذا من شيوخنا، أنهم ما قالوا هذا الكلام أبدا نهائيا. الله، سبق في علم الله عز وجل أن هذا
سيرتكب معصية. يعني هذا أمر ليس لنا فيه قدرة، ليس فيه قدرة. أنا ما قلت لك، أنا هل قلت الولي يستحيل أن نفعل المعصية؟ أمر جائز، أمر جائز. إذا رأيت الولي يرتكب معصية اطلب من الله السلامة، ولكن اتركه، اسأل الله السلامة، اسأل الله السلامة واستره تماما. وإذا كان شيخك اتركه واذهب لشيخ آخر، اتركه واذهب لشيخ آخر. هل بعض العلماء حصل خلاف وذكر هذا الكلام إمام النووي رحمه الله أظن في كتاب بستان العارفين، أنه هل الولي تسلب ولايته إن فعل كبيرة معصية أو لا تسلب ولايته؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال تسلب الولاية، ومنهم من قال لا تسلب الولاية. ولعل الشيخ النووي رحمه الله رجح عدم سلب الولاية، عدم سبب سلب الولاية، ولكن الأصل في الولي أنه لا يرتكب معصية. هذا الأصل فيه مولانا، انتبه، هذا الأصل لا ينبغي أن نجعل الأصل فيه أنه يعصي الله عز وجل، وإلا لتساوى مع أحد الناس، لتساوى. هو ليس معصوما، هو ليس معصوما، حتى قال بعضهم محفوظ، حتى بعضهم قال الولي إذا عصى يقع الذنب منه مغفورا. وما أدراك، هل هو من بيت الفرفور حتى يقع ذنبه مغفور؟ عندنا في الشام في بيت الفرفور، يعني أهل العلم أهل الفضل. قال وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لا يقبل شيئا من علوم الخضر عليه السلام، وأما خضر عليه السلام فإنه علم ذلك أول وهلة فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا من شواهد علمية الخضر عليه السلام، فلينظر العاقل إلى أدب هذين السيدين. قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي هل تأذن في اتباعك لأتعلم منك؟ ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق. وقال خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. كذلك الشيخ ينبغي أن تكلم بلطف مع المريد، وأن يتحمله، يصبر عليه مرة مرتين ثلاثة، بعد ذلك يقول له اذهب، ليس من أول الأمر اذهب. هكذا هذا ما فعل الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام، حتى سيدنا موسى عليه السلام هو الذي ضيق على نفسه، هو الذي ضيق على نفسه. وقال خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وما قال فلا تسألني وسكت، انتبه، يعني أنا عندما أفعل الأمر انتبه، سأبين لك، سأبين، ولكن تريث على رسلك على مهلك. فيبقى موسى عليه السلام حيران متعطشا، بل وعده أنه يحدث له ذكرا، أي علما بالحكمة فيما فعل، أو ذكرا بمعنى تذكرا. فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأجله لا تغني عن المريد، عن المريد شيئا، إذا لم يكن المريد يعني ممتثلا لأوامر الشيخ مجتنبا لنواهيه. الشيخ قال لك كل يوم قبل الفجر تستيقظ تصلي ركعتين، هذا أمر لا ينبغي لك أن تتركه، لأن الشيخ رأى في فعلك لهذا الأمر خيرا كثيرا أنت لم تره ولم تعلمه ولم تطلع عليه. إياك أن تقصر فيه، ما دام الشيخ ألزمك بطاعة خاصة ينبغي أن تفعلها، وكل الخير فيها، وكل الخير فيها. علم ما لم تعلمه، كيف؟ لا تسأل كيف، أمرك بطاعة ولم يأمرك بمعصيته. قال وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وما ينفع الأصل من هاشم، أشرف الأصول العربية ما هي؟ بني هاشم. وأقذر القبائل العربية بنو باهلة. بنو باهلة من هم؟ قبيلة من القبائل العربية، كان عندهم أموال
ولكن يدخرون أموالهم ويذهبون إلى القمامة ويأكلون من القمامة بنو باهلة. فيقول الشيخ: وما ينفع الأصل من هاشم، إذا ما ينفع أصلك إن كنت من بني هاشم وكانت أخلاقك أخلاق بني باهلة، واضح؟ أنت ذو أصل أصيل، فلما تتخلق بأخلاق العثالة والرذالة من الناس؟ قالوا: إنما تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود، وإلا فالشيخ لا يعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده، واستعداده منو، واستعداده منطو فيه في المريد وفي أعماله، كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره، إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم يستعملها المريض، فما عسى أن تغني عنه مهارة الطبيب، يقول: هذا الطبيب لا يفهم، ليه؟ ذهبت إليه ولم أشفى، هل شربت الدواء؟ لا. إذن أنت الذي لا تفهم وليس الطبيب. قال: وعدم امتثال المريض دليل على أن الله تعالى ما أراد شفاءه من علته، فإن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، وإنما وجب على المريد طلب الأكمل الأفضل من المشايخ خشية أن يلقي قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود، فيكون ذلك عونا على هلاكه والعياذ بالله. يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: وينبغي لمن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالك للطريق، تارك لهواه، راسخ القدم في خدمة مولاه، فإذا وجده فليمتثل أمره. اللهم اجمعنا بخلص أوليائك يا رب، والصالحين من عبادك، واجعلنا منهم يا رب العالمين، ولينتهي عما نهى عنه وزجر. وقال أيضا: ليس شيخك من سمعت منه، تحضر دروسه، تلقى الفقه، العقيدة، التصوف، التفسير، ليس هذا شيخك، وإنما شيخك من أخذت عنه، يعني الأخلاق، السلوك، التربية. وليس شيخك من واجهتك عباراته أو عبارته، وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته، سرت في قلبك إشارته. وليس شيخك من دعاك إلى الباب، وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب، بينك وبين الله الحجاب. يا الله، أين هؤلاء الشيوخ؟ اللهم اجمعنا يا ربهم يا رب، وانفعنا بهم. وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيها أنوار ربك، أنهضك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه، وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه. فلما يوصلك إلى حضرة الله عز وجل انتهى، هذه مهمته. فزج بك في نور الحضرة وقال: ها أنت وربك، لا علاقة لي بك بعد ذلك. إذن الشيخ مولانا أنت لما تعلم الناس وتربي الناس وتوجه الناس، لا تربيهم لتستعبدهم، لتسترقهم، ليصبحوا خدما عندك وتستكثر بهم أمام الناس، لا، ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تفعل لتوصلهم إلى الله، فإذا وصلوا قل لهم: ها أنتم وربكم، أنا أرشدتك وعلمتك والباقي عليك أنت. وقال أيضا: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ويقول صاحب العينية سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ماذا يعني قدس؟ يعني طهر. السر هو الروح،
قدس الله سره، طهر الله روحه، يعني بمعنى رحمه الله. إذا سألك أحد المشوشين المشوشين ماذا تعني هذه العبارة، قل له هذا معناها، ليست بدعة، هذا دعاء. قال سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: وإن ساعد المقدور أو ساقك القضاء إلى شيخ حق في الحقيقة بارع، اللهم اجمعنا يا رب، فقم في رضاه واتبع لمراده، ودع كل ما من قبل كانت تسارع كنت تسارع ودع كل ما من قبل كنت تسارع، ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه، فإن الاعتراض تنازع. ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام والكليم يدافع. فلما أضاء الصبح عن ليل سره وسل حساما للغياه بقاطع، أقام له، أقام موسى له للخضر العذر، أقام له العذر الكليم، وإنه كذلك علم القوم فيه بدائع، فيه بدائع. ثم نقل كلاما طويلا عن سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب